صباح الخير متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. إذن كما نلاحظ الأجواء باردة للغاية في أغلب المناطق، يتوقع استمرار نشاط سرعة هذه الرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة، يتوقع أن تثير مع أحيان بعض الأتربة والرمال. كما وتظهر اليوم كميات من السحب والغيوم خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مع احتمالية لأن تهطل منها زخات محلية من الأمطار خاصة في منطقة المدورة والعقبة والحدود الأردنية السعودية. يتوقع أن تتحول هذه الرياح تصبح أحيانا شديدة في مناطق الشفا غورية والأغوار وبعض مناطق البحر الميت، وتكون درجات الحرارة الملموسة منخفضة للغاية. أما بالنسبة للأحوال الجوية تحديدا في العاصمة عمان، يتوقع أن تشهد اليوم رياح نشطة بشكل عام، درجة الحرارة العظمى كحد أقصى تصل إلى 11 درجة مئوية، كما وتكون أعلى درجة حرارة ملموسة اليوم قد تسجل فقط 9 درجات مئوية، والأجواء باردة للغاية في أغلب المناطق. دعونا نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 16-8، جرش 14-7، أجدون 13-3، وفي المفرق من 14 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الوسطى في عمان 11-3، صلد 15-3، مأدبة 12-3، وفي البحر الميت من 20 إلى 13 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 13 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 9-2، الطفيلة 13-3، إمعان 12-3، في جبال الشرع ترتفع العظمى اليوم إلى 12، بينما الصغرى الليلة القادمة 0 مئوي، وفي العقبة من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تهبط الصغرى في ساعات الليل إلى 13 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية من المملكة فتكون في رويشد 14-3، في الصفاوي 13-2، وفي الأزرق من 14 إلى 4 درجات مئوية. قبل الختام نعود ونكرر بعض التنبيهات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة. نبدأها بضرورة الانتباه للإخوة المزارعين من مخاطر ارتفاع سرعات الرياح الكبيرة في مناطق الأغوار والشفا غورية ومناطق البحر الميت وتأثيراتها على البيوت البلاستيكية والمزروعات. كما ندعوكم في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقعة خاصة في ساعات الليل إلى مراعاة الضرورة في الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومن انتباه لمخاطر تشكل الصقيع في ساعات الليل القادمة في بعض المناطق الزراعية. كما وندعوكم للانتباه بعدم السباحة في مناطق البحر الميت بسبب ارتفاع كبير في سرعة الرياح الشرقية المتوقعة هناك. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. دمتم بخير، إلى اللقاء.